سيما المحافظات التي تقع في خط الصراع بين المقاومة الشعبية والميليشيات الصومالية المعروفة بليوبوليسي. وعلى قدر ارتفاع نسبة النزوح في المحافظات والمدن داخل أوروميا، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية محلية أو إحصاء بشكل دقيق لعدد النازحين بسبب استمرار حالة الصراع المسلح في الحدود ما بين الإقليم الخامس والمحافظات القريبة منها التابعة جغرافيا لإقليم أوروميا، وكذلك صعوبة المواصلات والتنقلات بفعل انعدام الأمان وقطع الطرق. وقد رصدت لأوروميا ميديا نتورك عبر الناشطين في الجانب الإغاثي بعض حالات النازحين هناك، ففيها مدرسة تتدفق العشرات الآلاف من النازحين إليها، قادمين أغلبهم مباشرة من الإقليم الخامس، ويتوزعون في مخيمات للنازحين للمناطق القريبة منها. وأعلنت في وقت سابق السلطات المحلية الأثيوبية ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من نصف مليون نازح، إذ تشكل الأطفال والنساء نحو 60% من حجم النازحين في مخيمي هامريسا، ويعيش النازحون في وضع صعب وترد للخدمات المعيشية، مما يجعلهم عرضة للأمراض. وفي هامريسا تحاول حكومة أوروميا جاهدة إلى محاولة إبقائها في منأى عن أي عمل مسلح، ومنطقة لاحتواء النازحين القادمين من المناطق المحيطة بها. مخيم هامريسا هو المكان الذي يضطر فيه النازحون للمكوث مؤقتا داخل قاعات كبيرة وخيام تحت حماية الشباب الأورومو والشرطة المحلية لأورميا. وفي الغالب يكون المخيم مكتظا لنظرا لعدم استيعابه للأعداد المتزايدة للنازحين، ويعكس المخيم حجم المأساة التي يعيشها النازحون، وكأنهم داخل قفص مغلق يفتقروا لأبسط متطلبات العيش، بينما يسود حالة جمود لدور الحكومة الأثيوبية بتخفيف معاناة النازحين داخل البلد وعدم تمكنها من إحصائية عدد النازحين. ولم يسجل للحكومة الأثيوبية موقف واحد في تفقدها للنازحين، ولم يكن أيضا لها أي مساهمة مادية أو معنوية لعودة النازحين. ومع غياب دور الحكومة وافتقارها لعدم دعم النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج، إلا أن الشعب الأورومو متمثلا بقادته وفنانه ورجال الدين ونخبة من الرياضيين ورجال الأعمال ساهم بشكل بارز في تخفيف الكارثة الإنسانية هناك. وبقدر هذا التعاون الداخلي المحلي، سواء على مستوى المنظمات الإغاثية المحلية أو على مستوى الأفراد من الشعب الأورومو، إلى أن حجم الكارثة الإنسانية في مخيم هامريسا يفوق هذا التعاون والدعم ما دام وآلة الصراع لا زالت مستمرة، الأمر الذي يجعل موجة النزوح في اضطراد متواصل. وتزداد حاجة النازحين داخل المخيم وخارجه للمساعدات الغذائية والإنسانية مع استمرار الصراع، وفق ما أشار بعض الجهات المعنية لقناة OMN. كما طالب الناشطون الحكومة الأثيوبية والمنظمات المحلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية مضاعفة جهودهم لتخفيف معاناتهم. وأشار تقرير لأوروميا ميديا نتورك أن نسبة تغطية احتياجات النازحين الغذائية والصحية والمساعدات الأخرى المقدمة من الشعب أو المنظمات المحلية العاملة في المجال الإنساني لا تتجاوز 40%. وأضاف أيضا التقرير أن صمت النظام الأثيوبي واستمرار الصراع زاد أعباء السكان بشكل عام والنازحين بشكل خاص، لأنهم تركوا مناطقهم ومنازلهم للنجاة بأنفسهم وأطفالهم. وأشار إلى أن بالتالي افتقادهم لكل الإمكانات البسيطة التي تساعدهم على العيش في أدنى صورة. وتحدث أيضا عن تحديات التي تواجه الوحدة التنفيذية وسكان المنطقة، حيث يصعب عليها توفير مخيمات للعدد المتزايد من النازحين، ولأن حالة الصراع المستمرة حاليا وسعت من رقعة أماكن النازحين وزادت من أعدادهم، مما تسبب في عبء أكثر في ظل غياب السلطات المحلية لإدارة كارثة النازحين من الداخل. تزايدت وتيرة العنف وتشريد وقتل المدنيين في مناطق متفرقة في إقليم بورنا بشكل ملحوظ، ويعاني سكان تلك المناطق من انتشار الميليشيات المسلحة التي تنهب وتقتل الأبرياء في ظل صمت حكومي مريب اتجاه جرائمهم. بورنا تتدهور على نحو متزايد باتجاه حالة من الفوضى واستمرار للتصاعد الاقتتال بين المسلحين وأصحاب الأرض،
ومن جهة أخرى تظاهر حشد غاضب الأيام القليلة الماضية في بورنا احتجاجا على تزايد حوادث النهب والقتل من قبل أفراد مسلحين من ليوبوليسي داخل أراضيهم. الاحتجاجات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة الفائتة حولت معظم المرافق والصروح التعليمية والمدارس في الجامعات وفي جامعة أورومية إلى سكنات عسكرية، مع توتر الأوضاع في أورومية وبروز من مخاوف انفجارها عسكريا. وتكتظ بعض الجامعات والمدارس في مناطق أورومية بالجنود والآليات تحسبا لأي هجمات محتملة، على حد تعبير النظام الأثيوبي. وطالب العديد من الطلاب وإدارات المدارس من إخلاء المنشآت التعليمية من الجنود والآليات والتوقف عن استخدام المدارس كسكنات عسكرية. وقال ناشطون إن إقحام العمل السياسي في العملية التعليمية ممارسة غير شريفة ولا ترقى إلى مستوى العقل والمنطق. ويذكر أن أورومية تشهد أزمة سياسية خانقة مع النظام الأثيوبي الحالي من جهة، ونزاع مسلح مع ميليشيات ليوبوليسي من جهة أخرى. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان الجمعة الماضي مقتل 3 على الأقل من جنودها لحفظ السلام في هجوم لشمال شرقي البلاد، وفق ما ذكرته وكالة فرانس بريس. وقالت البعثة في البيان صباح الجمعة الماضي أن وحدة من قوة بعثة الأمم المتحدة صدت هجوما خلال عملية منسقة مع القوات المسلحة المالية في منطقة منياكا، وتحدثت عن حصيلة مؤقتة تشير إلى مقتل 3 من جنود حفظ السلام، بعضهم في حالة حرجة، وإلى مقتل عسكري مالي. وفي المساعداته شن مجهولون هجوما على معسكر لقوات حفظ السلام الأممية في ولاية كيدال شمالي مالي بقذائف صاروخية بحسب مصادر إعلامية. وأوضح مصدر أمني أن هجوما استهدف المعسكر في ولاية كيدال في شمال البلاد، وبحسب سكان محليين فإن انفجارات قوية وقعت داخل المعسكر وأسفرت عن اندلاع حريق. ويشار إلى أن جماعات مسلحة كثفت من استهداف القوات الأممية في المالي مؤخرا. وكانت جماعة إرهابية تبنت هجمات وقعت الجمعة الماضي في مالي وأودى بحياة 10 جنود من قوات حفظ السلام الأممية والجيش المالي وجندي من القوات الإفريقية. وقد أدى نفوذ متزايد للجماعات المتطرفة إلى زعزعة استقرار مالي بعد 5 سنوات من تدخل القوات الفرنسية لدحر عصيان مسلحين كانوا ينادون باستقلال شمال مالي وفي إقليم كيدال عام 2012. نهاية الحصاد.